مارسيل كولر في المباراة الأولى؟ يعني وجهة نظرك هو طبعا. فاضل 3 4 ايام في تدريبات، ربنا بس يستر يعني ما يحصلش حاجه بالنسبه للوحدات التدريبيه، حد يحس او خبطه في تقسيمه ممكن تبعد لك حاجه من ضمن اللعيبه المؤثرين. لكن نتمنى طبعا ان شاء الله ثبات التشكيل بيبقى مهم جدا اسلام في الاوقات اللي مستر كولر بيبقى فيه تثبيت للتشكيل، فعلا بيبقى ثمار الاداء بيبقى بيختلف اختلاف كلي عن التدوير والتجهيز. يعني التدوير والتجهيز ما بيديناش الطابع اللي هو احنا اتعودنا عليه. لكن طبعا هو مستر كولر من خلال المباراه ديت بيبقى عنده استراتيجيه وعنده طريقه لعب وعنده تشكيله بيفكر فيها تكون مناسبه للمباراه، لان هو شاف الفرقه وشاف خطوطها الثلاثة من الناحية الدفاعية من الناحية الهجومية. هو بقى بالنسبة له هيفكر في التشكيل اللي يناسب المباراة دي، وزي ما حشيش قال هيبقى معظمه إسلام بيبقى هجومي. يعني أنت هناك مثلا لو طريقة اللعب لو قسمناها كده اديناها نسب هتلاقي بتدافع بنسبة 70% وبيبقى مثلا 30% بيبقى الشكل الهجومي اللي بتعتمد فيه على الكونتر اتاك. هنا بقى هتختلف بقى اسلام، هترجع بقى للجزء الاعلى اللي هو الجزء الهجومي، 70% في الهجوم 30% في التنظيم الدفاعي، في سبيل ان طول ما انا بحافظ ما بيجيش فيا انا عندي فرصه ولاعبتي وتركيبه اللعيبه اللي موجود عليها النادي الاهلي في الخط الهجومي تقدر تجيب جول حتى لو في الدقيقه 90 في الدقيقه 95 متعودين على كده. فمباراة نتيجة لسه كنا بنتكلم نتيجتها يعني 0-0 ما بنحبهاش، نتيجة صعبة 0-0 دي ممكن تجيب جول ممكن اللي قدر هو يحاول يعوض، يعني فيها صراع فني هيبقى بشكل كبير جدا. لكن يهمنا ان احنا نرجع لطبيعتنا للتكتيك اللي احنا تعودنا عليه، ان احنا من اول ربع ساعة تلت ساعة مع الضغط الجماهيري ان احنا نقدر نخطف جول. الجول ده هيدينا ارتياحيه وهيدينا ثقه للعيبه وللجهاز، وفي نفس الوقت هيبقى اندفاعات بالنسبه له بقى هيحاول يعوض، فممكن خطوطه تنفتح نقدر من خلالها نستغل الجمل التكتيكيه الجميله اللي احنا بنعملها في خلق المساحات من على الاطراف من الكورسات العرضيه من التصويبات من حاجه ثابته ناكد بالجول الثاني اسلام تفرق بشكل كبير جدا. هيبقى صعب على مازن انه يرجع للمباراه، لكن احنا بنخاف في حاجه ثابته، هم كمان بيجيدوا العاب الهواء وافريقيا بالذات، واحنا لا ولو عندك مساحات برضو خد بالك ومساحات هم عندهم عنصر السرعه برضك، افريقيا حقيقي. كلها مشهوره بعنصر السرعه، فالنهارده مش عايزين نتحط في واحد ضد واحد، واحد ضد واحد هم أو اسرع تدي مساحه بالظبط او جزء يعني او جزء من المساحه هم اسرع فيها، فاحنا حقيقي. مش عايزين في التنظيم الدفاعي اللي اتكلم عليه حشيش قال التوازن ده مهم قوي 30% واحنا بندافع لازم بندافع صح ويبقى في يعني قريبين من المهاجمين ويبقى في عمق كمان لبعض اللعيبه على اساس تقدر تغطي لو حصل ثغره. لكن الحاجات الثابته بردك مهمه جدا، كل 3 ايام بيبقى صعب على مستر كولر ان هو يعالج الجزئيه دي. نتمنى في 3 4 ايام الجايين دول ان احنا ناخد بالنا بردك من الحاجات الثابته، لان الحاجات الثابته بتمثل علينا عبء بشكل كبير جدا وبيبقى في خوف. ليه؟ زي ما اتكلمنا ان الرقابه اللي موجوده داخل ال 18 يا اما زون يا اما مان بتبقى يعني عايمه يا اسلام مش باينه هي ايه او ايه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نبقى 90 دقيقه مركزين بشكل كبير ونطلع بالمباراه لبره الامان. مش عايزين نوصل لضربات الترجيح لان برضك من ضمن الحاجات اكيد الاثنين المدربين بيشتغلوا عليها وبيستعدوا ليها او بيعدوها، لان ممكن وارد المباراه تروح للتعادل يبقى ضربات الجزاء برضك اللعيبه تبقى بتشتغل عليها من اول ما ترجع في الحصه التدريبيه. تبقى انت لازم تكون متوقع لكل حاجه ممكن تحصل في مباراه زي دي. طيب كابتن حشيش الناحيه الدفاعيه شايفها ازاي؟ في ظل المباراه طبعا هي ليست دفاعيه ولكن في المقام الاول، ولكن يعني ممكن تيجي عليك كره ولا اتنين تبقى عندك مشكله كبيره. بص انا في رايي العبء الاكبر برغم الماتش عندنا هنا في القاهره هيبقى على الاثنين المساكين لسببين. اول سبب لأن المركزين الوحيدين في فرقة النادي الأهلي اللي ما بيتغيروش خالص عشان ما فيش البديل. محمود متولي بعيد، ياسر يعني مصاب بقاله فترة يعني أول ماتش ليه من فترة كبيرة ونزل برضه اضطراري لسبب معين بس كان واقف على رجله ومأدي كويس الحقيقة. اللي أنا عايز أقوله لك إن هم اللي بيبتدوا المباريات اللي فاتت كلها طبعا أفريقية ومحلية، فأكتر الناس
عندهم ما عندكش خيارات تانية ما عندكش خالص. فأهم حاجة بالنسبة للاتنين دولت هو إن أنا يعني ألعب السهل لأن أي لا قدر الله غلطة ما حدش هيقدر يتحملها، لأن أنت طول ما أنت 0-0 فأنت عندك إمكانية إن أنت تسجل وتحرز هدف وهدفين. هدف لا قدر الله فرماك بيغير المعطيات خالص وبيدربلك دربك الدنيا وبيعمل مشاكل كبيرة. كذلك برضو هيبقى برضو في عبء عليهم لأن المفترض إن الأطراف عندنا هتبتدي تعمل دورها الكبير الهجومي زي علي معلول ومحمد هاني هيعملوا الدور الهجومي طبعا بشكل مكثف، فهتبقى القصة موجودة. عشان كده لو مروان جاهز وموجود ديفندر في نص الملعب هيفرق جدا في المباراة دي، لأن التغطية هتبقى كبيرة قوي من خلال المساحات على الأطراف بتاعتنا علي معلول ومحمد هاني، لأن أنت مش هتقدر تلعب بأكتر من كده في نص الملعب، أنت لازم تلعب بصانع ألعاب وهو قفشة، لأن أنت محتاج أن أنت يبقى عندك واحد يتحكم في الريتم ويمسك كورة وينقل على الأطراف أو يعمل سروباص من العمق، يستغل طبعا الضعف شوية اللي موجود في الخط الدفاع بتاع مازيمبي، فلازم هيبقى موجود. طبعا أي حاجة في الملعب بتبقى موجودة بتأثر على ناحية تانية، يعني أنت كابتن ماهر لما بيبقى عندك صانع ألعاب بيبقى عنده الناحية الدفاعية قليلة شوية، فبالتالي بيبقى هيبقى على الاتنين الموجودين إذا كان هيلعب اتنين ديفندرات أو واحد بس. فهي عايزة توازن وعايزة يعني استحواذ وعايزة إن أنت مبقاش في صربعة عندك، يعني ما تحاولش إن أنت كل مرة عايز تخش مثلا إيه بكرة لغاية الجول. يعني سلاح التصويب ده عايزين نرجع نشوفه تاني، لو السلية لعب بيجيد التصويب من الخارج، مروان الفترة الأخيرة أفشا. ابتدى شوط قفشة لازم يشوط من بره، نستغل كل الأسلحة بتاعتك. الكور العالية لو وسام هيلعب بيلعب بدماغه كويس قوي، شفناه خلال فترة اللي فاتت وسام علي بيلعب بدماغه كويس قوي، فلازم نستغل الكلام ده، يعني نغير من الطريقة شوية. لو حسين الشحات طبعا جاهز وممكن يلعب ناحية الشمال، بيرستاو ناحيه اليمين، وحتى الان لم يتم الاعلان عن عوده اي من المصابين اللي ما كانوش موجودين. انا اتمنى طبعا ان يبقى الدنيا يعني كويسه ويبقى الناس اللي قلت عليها دي زي الشحات وبيرستاو وسام موجودين، ويلعب نص الملعب مثلا مروان ويلعب معاه السوليه وقفشه، الديفنس كله معلوش يعني غبار. يعني عندك طبعا حراسه المرمى مصطفى ماشي بخطى ثابته والحمد لله، يعني مش عايزين نقر كلين شيت وراجل ماشي كويس خلال الفتره اللي فاتت، ده بيديك برضو اطمئنان في حته حراسه المرمى. شفنا مصطفى كمان بيلعب في بعض الاوقات ليبرو بره ال 18 في اكتر من كوره، بيطلع بيلعب برجله كويس قوي، ده اللي احنا محتاجينه، لان احنا مش محتاجين الكوره الطويله في المباراه اللي هنا يا كابتن ماهر، لازم بتطلع انت مش متصارب على حاجه، انت بتبني هجمات من تحت وبتقدر تكمل. اعتقد يعني ايه الموضوع عايز بس تركيز مع الحماس الجماهيري مع طبعا التشجيع وكده، نقدر ان شاء الله باذن الله. بس لازم اللعيبه وهي نازله الملعب تبقى حاطه في دماغها انه الماتش صعب مش سهل، يبقى في تركيز دي اهم حاجه بيني وبينك، يعني تركيز جامد جدا جدا. الفرقه دي مش اي فرقه انت بتلعبها في اي دور قبل كده، دي فرقه بتبص على الفاينل، خلاص المسافه اتقربت، كل ما بتبعد في المسابقه كل ما الفرق بتبقى اقوى وبتبقى عندها الطموح اعلى وكده. يعني اخيرا كابتن اسلام، احنا خبرتنا اعلى منهم بصراحه، يعني وهتكلم في نقطه مهمه قوي، ان انت عندك الاطراف هاني وعلي معلول عندهم درايه وعقليه باللعيبه اللي بتربط معاهم. يعني وسام لما نزل بدا الناس تفكر في الكورسات العاليه، الكورسات العرضيه العاليه اللي على راس وسام. عايزين نكتر من الحاجات دي، يعني مثلا لما يجي نفضل زي الاستوديو التحليلي كده لما نبدا نحسب الجمله التكتيكيه والكورسات العرضيه من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، عايزين مثلا نقول ان محمد هاني الشوط الاول، لان هناك كانوا محجمين، يعني في تحجيم طبعا. وكان في تعليمات ان احنا ما نزودش عشان هم بيخترقوا من الاطراف وصراع لكن هنا انت نسبتك اعلى بالنسبه للجانب الهجومي، فمهم جدا ان الكورسات العرضيه تبقى فعلا متقنه، وانا شايف ان وسام ممكن يقدر يصل لنا واحده من الحاجات دي ان شاء الله لو بدا من بدايه المباراه تفتح لنا الجيم بشكل كبير. يعني اخيرا كابتن حشيش وكابتن ماهر، مباراه الترجي والسان داونز اتفرجتوا عليها؟ يعني مين الاقرب ان هو يكسب؟ يعني طبعا المباراه الاولى انتهت 1-0 لصالح الترجي، المباراه الثانيه في بريتوريا في جنوب افريقيا
مباراه صعبه الحقيقه للترجي. هي مباراه صعبه بس انا بقول انها 50-50 برضو. لا احنا شفنا الوداد قبل كده عملها في سان داونز يعني. صحيح. ف جماعه بتوع شمال افريقيا بيجيدوا طبعا بالظبط، بيعرفوا يدافعوا كويس، استنفاذ الوقت وبيعرفوا يدافعوا كويس وبيستغلوا كل صغيره وكبيره. وفرقه الترجي طبعا من الفرق الكبيره جدا في القاره وصاحبه بطولات وعندها دافع كبير يا كابتن ماهر ان المكسب مقويها طبعا. وفي نفس الوقت عايزه ترجع بقى للبطولات اللي غايب عنها بقى لها فتره كبيره. نقطه اخيره انا بس عايز اقولها على فريق النادي الاهلي. اتفضل. يعني الحمد لله قلت اول ماتش اللي فات وهي حته الميس باس، الميس باس في نص الملعب كان دي كان افضل كتير. وعلى فكره ده اللي بكتير يعني الحقيقه كان افضل بكتير لان الميس باس ده بيبقى نقطه تحول في المباريات وبيحسس الفرقه الثانيه انها بتعمل ضغط عليك وان هم افضل وان احنا فاقدين الثقه واحنا فاقدين الثقه بيعلي الفرقه الثانيه عليك لما بياخد الكره الثانيه او الميس باس. وبرضه ممكن لا قدر الله انت عارف لما تلعب كرة في نص الملعب ميس باس ممكن واحدة باصة بتاعة تروح، فهي لازم التأمين في الحتة دي يعني بالذات اللي بيباص في نص الملعب بالتحديد لازم تبقى في الرجل. طبعا في التلت الهجومي ما تبقاش في الرجل يعني معظمها بتبقى فيها ريسك شوية لأنك بتلعبها في مساحة مثلا واحد رايح على الجون. فالنقطة دي هي نقطة مهمة جدا جدا. كذلك برضو الكور الثابتة بالنسبة للمدافعين والتغطية العكسية من ناحية هاني ومن ناحيه معلول وبالذات معلول التغطيه العكسيه مهمه جدا 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 خلال الفتره اللي جايه دي. لان انا زي ما قلنا اكتر من مره مش شرط ان انا طالع المهاجم ممكن انا والمهاجم ما ناخدهاش تعدي مننا فلازم التغطيه العكسيه دي. انت لازم بقى تاخد الكره الثانيه في 18 دي ما فيهاش هزار. صحيح. اذا كنت بنتكلم عليها في نص الملعب ففي ال 18 ما فيهاش هزار. الحاجتين دول برضو مهمين في الجانب الدفاعيه. الجانب الهجوميه طبعا مستر كولر بقى اكتر يعني هو اللي هيتصرف فيها باستغلال طبعا الكور الثابته وزي ما قلنا اكتر من واحد بيعرف يجيد موضوع التصويب. الكور الكورسات موجود دلوقتي يا جماعه راس حربه بيلعب بدماغه كويس وراجل طويل وبيلعب بدماغه كويس. شايفه كمان في حته اسلام الكور الطويله اللي من حارس المرمى بتتلعب لوسام بيقدر يطلع مع المساك ويزحلق. ممكن تبقى جمله. ما دي جمله. جمله بتتعمل مهمه جدا جدا لان دي بتاخد سرعه اللعيب اللي جاي من الاطراف ممكن يلاقي نفسه هو وجون يعني. عايز الجناحين بس اسلام يبقوا راسين حربه يعني هو طالع بيروح هنا يحولها حط هنا او هنا يحولها يبقى احنا جناحين يبقوا راسين هم اللي داخلين على جول. ده انا عايز اقول لك اسلام ان في فرق ما عندهاش الا دي. طيب خليني اقول لك ان كابتن طارق العشري في حرس الحدود عندما فاز حرس الحدود ببطوله كاس مصر بهذه اللعبه. هذه اللعبه بالظبط. بالظبط. لا يعني مش قصدي بس لا يعني ولكن الاساسيه عنده دي اللعبه الاساسيه اللي كان بيركز عليها بشكل كبير. تلعب لاحمد عبد الغني او عبد الحميد بسيوني يعني شوف الاطوال ما شاء الله وينزل لاحمد عيد او لعب سلام نجاح لان لو واحد المساكين طالع وراه بس مساك واحد المساك بيبقى فكنت بيجيب يعني حرس الحدود كان بيجيب من اجوان منها كتيره جدا طبعا. وبتبقى كمان اسلام انت بتبعد الهجمه من عندك لنص ملعب الخصم بالظبط كده والراجل بتاعك بيبقى لما الكره بتتزحلق بيبقى رايح بوشه على جون جون او على واحد على واحد يعني. حقيقي عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لنادي الاهلي في المباراه القادمه. وزي ما الكل بيتفق زي ما حضراتكم سامعين والله ما حد ما يعني ولكن زي ما حضراتكم سامعين كده الكل بيتفق على انها مباراه ليست سهله ولكن هناك فروق فنيه لصالح النادي الاهلي ايوه ولكن هي مباراه ليست سهله. ونقول كمان صعوبتها في حاجه معلش يا اسلام. لا اتفضل. زي ما انت قلت هناك الاجواء على فكره الاجواء هنا بالنسبه لمازيمبي احسن. ضغط جماهيري ملعب كويس قوي انت كانك انت حاططهم في اكسجين كمان يعني هو بيلعب في نقص اكسجين لما تدي له اكسجين لازم هتبقى اثنين هيجروا اكتر بالظبط. نتمنى رب كل التوفيق لنا الاهلي في المباراه القادمه. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر شرفت ونورت. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شرفت ونورت. اشكرك. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ عصام شلتوت الاستاذ محمد ابو علي في ضيافه البيت الكبير.